أجمع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى مملكة البحرين على النهج الثابت والمستقيم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع دول الجوار، منوهين إلى مقدار المسؤولية الكبير الذي تتبنى تأديته في نصرة قضايا الأمة العربية، خصوصا في سعيها الدؤوب والمستمر نحو الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ودعم الشرعية في اليمن الشقيق. الحقيقة نسعد دائما بمشاركة أشقائنا في المملكة العربية السعودية أفراحهم، ومناسبة اليوم الوطني للمملكة مناسبة وطنية مجيدة. في البداية أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وللشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. ولا شك أن هذه المناسبة دائما ما توحد مشاعرنا بالفرح مع مشاعر أشقائنا في المملكة العربية السعودية، فأعياد المملكة وكذلك أعياد أشقائنا في دول مجلس التعاون هي أعياد لنا، وأفراحهم أفراح لنا، وذلك من منطلق ما يربط بلدينا من علاقات أخوية راسخة، وما يربط شعبينا من تلاحم أخوي وأواصر المحبة والغربة والتاريخ المشترك. بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، نتوجه بالتهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنين للمملكة العزيزة وشعبها المزيد من التقدم والاستقرار والتصدي لكل أعداء الأمة العربية والإسلامية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية. إننا في هذا اليوم المجيد، العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي يعتز بها هذه المناسبة يعتز بها كل الوطن العربي الكبير وكل أمتنا الإسلامية، نحن في فلسطين نهنئ ونبارك لخادم الحرمين الشريفين القائد العربي الأصيل، القائد العربي الذي يقف بجانب كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية، وبخاصة القضية المركزية قضية فلسطين وشعبها. نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي. بداية نؤكد على ما أكده سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بأن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى هو من أمن الأردن ومن أمن الأمة العربية كلها. طبعا المملكة العربية السعودية نحن نعتبرها عمقنا مثل ما نحن أيضا عمقها، هي جزء منا ونحن جزء منها. المملكة العربية السعودية تربطنا بها علاقات الجوار وعلاقات القربة وعلاقات التواصل المستمر، ولذلك يعني عندما يعني حصل الانقلاب وأصبح تهديد من الحوثيين ليس لليمن فقط وإنما للجزيرة العربية بشكل عام وللمملكة بشكل خاص، سارعت إلى يعني تلبية نداء اليمن بالتدخل لنصرة القيادة الشرعية ونصرة الشعب اليمني، وستظل يعني علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية علاقات لا انفصام لها، لأننا وجدنا في هذه الأرض الطيبة متجاورين متحابين، يجمعنا الدين واللغة وأواصر القربة التي لا تنفصل إن شاء الله.